مساء الخير أعزائنا المشاهدين، مثل ما شايفين عنا اليوم ضيوفنا باستوديو أم زهير وأبو زهير. مرحبا أم زهير. مرحبتان. مثل كأني شايفك عم تتاوي بنعساني أو شيء. تعرف شغلة؟ شو؟ أنت اليوم من النوم مجعلك. حتى نسيتك وينة. تعبان كتير يعني. أم زهير، العالم عم تتساءل. عمين؟ تساءلوا إنه بيسألوني. ايه حسبت مثل ابو زهير لانه بيتصال بالاسأل شيء. ايه عم بيسالوني كثير ام زهير انه ليش انتم عم تحكي بتصوفري؟ يعني ما تواخذيني انه هيك. بتعرف شغله؟ شو؟ مشكلتي هيدي حصلت معي من اني وليله عرسي. اوف. ايه كنا تجوزنا وبدنا نروح، صرت نفس من واطي. كيف طيب؟ رحنا على المنتجع بالنهار لنشوف نحدد الاماكن، لان قبل ما كان مثل الله ما كان في ضو وما ضو، هيدا عالشراز والفتيله انجع. جينا حددنا موقع كل شيء، انا شفت وين الكرسي مطرح. رحنا على العتم بالليل على المنتجع لهونيك. مطرح ما عملته شهر العسل؟ ما ايه منيك محل ما عملنا شهر العسل. عم عمك ابو زوز بده يعمل لي ضعابه، يداعبني على عساس عرسان. مزح يعني، فكره يمزح قال مزح. شو بيعمل؟ بيسحب لي الكرسي محل ما اني كنت بدي اقعد. جيت عني عادت عليها. انت جل قدر شطت. جيت وين؟ وين؟ على كواعي. ضرب تمي بالشباك مشايد، شفته وصاف حلقه. من وقتها صرت نفس انا وعم بحكي. ايه مشان هيك. طب وليش بتحكي على البطيء؟ صدقني قصه البطيء هيدا من انا وصغيره، خلقه او مربى. تربيت تربيت ببيت اهلي بطيء كتير، كل شي بعمله على البطيء. اوف. بمشي عمله. باكل عمله. بدرس عمله. بيجي عمله. كيف هيك؟ عيطت بدي ساعه لاجي. كثير بطيء بكل شيء، بنايز على مهله. والله بنايز الواحد على مهله، تصور. كيف هيدي؟ ناقص لك ابو زهير. ايه ابو الزوز باوزه. يمي خفت. خفت كيف؟ بيعرف حافظني. ايه كل شيء بعمله على مهله، تصور اني ابوها على مهله. معقولة؟ ايه صدقني. مرة حاطة السلم على البيت من برا وطلع على السطح جيب السجادة. اوف. شطط. خدت لي شيء ساعة ونص للبجت بالارض. ساعة ونص؟ ايه. مش وين كنت؟ اي سطح؟ كنا عند ابني بنيويورك بامريكا، كنت ناشرتها على الطابق الاربعين. من فوق على السطح. شنطت اخذت لي منيح تنزلت لتحت. طبيعي. ايه. انه كنت ليش ابنك ساكن بهول ناطحات السحاب؟ شنو؟ ناطحات السحاب. ايه لا تذكرني بهول ناطحات السحاب، كان ناطل جوزي من وراهم. كيف كيف؟ اخ ابو الزوز خبره شو صار معك بناطحات السحاب، خبره. هول قصتهم قصه. شو هني؟ شو؟ نوعهم شو اسمه؟ بتلاقيهم اكثر شيء بالحراش، اكثر شيء هول موجودين هنيك. كيف؟ بيربوا بالجبال، بيعرف شو الجبل، شو شيء حلو شيء مرتب، كل مشوار بينتعوه لاخر الدنيا. اي هول النوع شو اسمه اللي عم تقول لك عنهم ام الزوز. عم بقول لك عن ناطحات السحاب. ايه هول هول. ايه جايب ابن اثنين منهم مربيهم تقريبا هالقد ال هلا تقريبا هالعلو هالقد. ابو الزوز هيدي بقره. ايه هالقد. ايه ايه هيك تقريبا هيك. هول معزه، نوع معزه يعني. ايه هول دينهم ومعبودهم، بس يشوفوا شيء سحابه ينطحوه. هي انا شو كنت لابس؟ شو؟ لابس بلطلون بسحابه اول مره بلبسه، قاموا ركضوا شافوها وما صدوا وناطحيني وين؟ على سحابتي. لا لا كنت طلعت. والله كنا فتنا على المستشفى، تكلفنا كثير. أيه. حطينا لنا شيء 30,000 دولار وكاش. سمعتي.